حكومة الجعفر. المحتل. الإرهاب الأعمى وكذلك التصدي للاحتلال. يا وطني يا كربلاء إن على العهد يا رسول الله. أن تجربتنا دلت على أن استشهاد أي قائد من قادة المقاومة إنما يزيد هذه المقاومة حضورا ورسوخا وتألقا، وأن دماء شهدائنا إنما تدفع شعبنا ومقاومينا وأبطالنا للمضي بمزيد من الثبات والثقة والإصرار على تحقيق أهداف المقاومة.